مناسبه الصعود ديال الفريق الكره المصغره لنادي يوسف برشيد بالصعود ديالهم من قسم الهوات للقوات الممتاز. كنبغي نشكر اللاعبين، نشكر الاطر التقنيه، ونشكر الاداريين ديال الفريق، كذلك نبغي نشكر الاخوان ديال الجمعيه اللي العمل ديالهم عطى النتيجه ديالو، وهذا عمل تشاركي جماعي ماشي انفرادي عكس الفريق الكبير اللي كتشوفوا بان النتائج ديالو متذبذبه، وذلك نظرا لسوء التسيير والعمل الانفرادي، وهذا كيخلي النتائج ما تكونش في المستوى. لذلك الناس خاصها تامن بان لك العمل الجماعي وكانت ليد في ليد دائما كتكون النتيجه. وكنبغي نجدد الشكر ديالي للرئيس ديال الجمعيه السي فتح الله المدني، السي عبد الغني شاكير، السي الحاج عبد الرحيم الكميلي، وكنبغي نشكر بالاخص الاخ يونس الحضراني لانه قام بعمل كبير مع في الجمعيه، خصوصا انه كان في اتصال دائم وكان هو اللي يقوم بالمهمه ديالو مع هاد الاخوان ديال الكره المصغره. والحمد لله هذه نتيجه كتفرح، كنتمنى انه السنه المقبله يكملوا ويحققوا صعود للقسم الموالي. وشكرا. بالنسبه لهذا الفوز هذا كان هذه الجامع الساكنه مدينه برشيد، وكان هذه الجامع المكسب المسير بفريق يوسف برشيد، وكان هذه الجميع اللعابه اللي قاموا بواحد المجهود طيله الموسم صراحه اللي ضحوا بالغالي والنفيس، اللي ماشي بسهل باش تطلع من قسم الهوات لقسم الممتاز، لان صراحه احنا جميع اللعابه فرحانين بزاف، وما احنا هذه غير بدايه، احنا مازال احنا مستمرين صراحه، غادي نقوموا بواحد الكلمه ديالنا من القدام، وغنزيدوا بالفريق يوسف برشيد فريق كره القدم داخل القاعة القدام، ونفرحوا الساكنه كامل. وشكرا. الحمد لله هذا ان افور ديال عام على قدو، ربي ما خيبناش، كانت ايكيب اوموجين سودي الحمد لله، درنا ان افور، ربحنا الماكسيموم ديال لي ماتش، الهدف ديالنا كان هو الطلوع، والحمد لله طلعنا، ربي ما خيبناش. كنشكروا كاع الناس اللي وقفوا معنا طيله هذا العام هذا، منهم المدرب، منهم الكاتب، منهم كاع الناس ديال يوسف برشيد اللي وقفوا مع هذه الفرقه هذه تطلعات. وكنشكر عاوتاني ايوب حتى هو معنا، الامين الاداري اللي حتى هو ديبلاصا معنا ودرنا فور، الحمد لله ربي ما خيبناش، وهذا هو الانتيري ديالنا، نطلعوا وطلعنا بعدا الحمد لله. كنبغيو نشكروا هاد الناس اللي وقفوا معنا وعاونونا حتى نوصلوا لهذا الشيء هذا، وهذا الشيء كامل كيرجع في ظل الدراري وفي ظل اللعابه اللي كانوا معنا اللي كانوا رجال وتقاتلوا طيله الموسم. وكنبغي نشكر الجميع، وكنبغي نوجه الشكر للوالدي اللي تاقوا فيا وخلوني نقوم بهذه الرياضه هذه اللي كانت كترجع لي بفيها الخير الحمد لله. وفي نفس الوقت كنبغي نقول لهاد الناس كاملين تبارك الله عليكم، الله يعطيكم الصحه، وشكرا لكم حتى نتوما اللي قمتوا معنا بالواجب، وديما برشيد.